قصة الاستشهاد لما وصل الوالي أريانوس بأمر الملك دقلاديونوس الكافر. مدينة إسنا لقي البلد كلها فاضية من الشعب إلا واحدة عجوزة قاعدة في بيتها اسمها الرشيدة. فبيسألها الوالي فين شعب مدينة إسنا، قالت له الشعب في جبل أغاسون في دير الأنبا إسحاق السائح اللي كان على اسمه الأول الدير. هي اعترفت أنها مسيحية ونالت تكليل الشهادة في بيتها، وسميت الرشيدة نسبة لأنها أرشدت الوالي وجنوده على أن الشعب موجود في دير الأنبا إسحاق. وقبل ما يوصل الوالي وجنوده الدير، ظهر الملاك للأنبا أمونس الشهيد الأسقف. كان ليه مغارة بيتعبد فيها على بعد حوالي 7 كيلو من الدير. قال له انزل ثبت شعبك على اسم السيد المسيح لألا حد يخور في الطريق، لأن الوالي وجنوده على وصول الدير لاضطهاد شعبك. وفعلا لما وصل الوالي، لما نزل الأنبا أمونس الشهيد الدير، وعظ الشعب وقال لهم ما تخافوش لما تشوفوا السيوف بتلمح في ايدين الوالي وجنوده، الاماكن الحلوه مستنياكم في السماء والاكاليل معده ليكم. وفعلا لما وصل الوالي كانت طلبته من الشعب كله انه يبخر للاوثان، فكلهم صرخوا بصوت واحد قائلين ان احنا نصارى بنعبد الاله الواحد يسوع المسيح المصلوب. استشهد 160 ألف شهيد تقريبا. اشترك معهم الأنبا بضابة أسقف جفت، والأنبا اندراوس، والأنبا أخرس زلو. الثلاثة أجسادهم موجودة داخل أسوار الدير. الأنبا أمونس الشهيد الأسقف زيادة في التعذيب ليه خدوه مدينة أسوان، وهم رابطينه في ديول الخيول بتاعتهم. هم بيواصلوا رحلتهم في اضطهاد المسيحيين ورجعوا بهم مدينة أنصنة تبع ملوي. استشهد هناك محروق، لكن لما طلعوه من النار لقوا جسده سليم 100%، كان كأنه في مياه باردة، وموجود لوقتنا الحالي هناك في أنصنة. بعد الاستشهاد حوالي ب40 سنة، لما جات الملكة هلانا زارت الأراضي المصرية، شافت الأجساد على وش الأرض ربنا حفظها، فاشترت 80 فدان بنتهم مقابر للشهداء وكفنتهم ودفنتهم في المقابر دي. وهي برضو اللي بنت الكنيسة الأثرية وتشمل 5 هياكل. يقع الدير على مسافة 5 كيلومترات جنوب غرب مدينة إسنا، وهو أحد الأديرة القديمة التي ما زالت قائمة إلى اليوم بمدينة إسنا، وإن خلت من وجود رهبان يسكنون فيها، ولكنه في الفترة الأخيرة عمر بالمكرسات والراهبات. ترجع نشأة الدير إلى العصور الأولى المسيحية تقريباً من القرن الرابع الميلادي. يتكون الدير حاليا على الكنيسة الأثرية، وهي كنيسة قديمة مستطيلة الشكل، بنيت في العصر الفاطمي ومشيدة من مادتي الآجر مع الطوب اللبن، بينما استخدم الآجر لعمل العقود والقباب. تنقسم هذه الكنيسة إلى 3 كنائس اعتمدت فيها على الزخارف المائية التي ما زالت تتزين بها جدرانها وهياكلها. أولاً الكنيسة الرئيسية، وهي على الطراز الكلاسيكي مكونة من 3 خوارس. الخرس الأول ويقع في مؤخرة الكنيسة، الخرس الأوسط أو الثاني ويتوسط أرضيته عمود الزيت، وهو عمود من الجرانيت ارتفاعه 93 سنتيمتر وقطره 21 سنتيمتر. يوجد بسطحه تجويف غائر مستدير كان ينضح زيتا، وكانت تظهر منه آيات وعجائب زمانا طويلا. الإمبل بني من الآجر والطوب اللبن. أما الخرس الثالث فهو عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل مغطاة بقبو متقاطع. يلي هذا الخرس الهيكل الرئيسي بالكنيسة، وهو مكرس على اسم الأنبا أمونيوس الأسقف والشهيد. أمونيوس كلمة معناها المختفي أو المحتجب، فهو ذلك القديس الشجاع الذي وقف مدافعا عن الإيمان أمام أوريانوس. إنه الأب المجاهد العظيم الذي ساق قطيعه وغنم رعيته
وقدمهم ذبيحة حب يشتمها الله رائحة ذكية. سيما أمونيوس أسقفاً على مدينة إسنا على يد البابا بطرس خاتم الشهداء، عاش حياة القداسة والفضيلة والأمانة في الرعاية، فكان يهيئ للفردوس طغمة من الشهداء قوامها شعب إسنا كله. وبالفعل استشهد الشعب كله، وأما هو فأمر أوريانوس الوالي بحرق جسده، فأكمل سعيه الحسن في 14 من شهر كيهك، وصعدت روحه إلى المراتب العلوية. ووقتها ندم أوريانوس الوالي وآمن بالسيد المسيح له المجد. يجاور هذا الهيكل معمودية أثرية يرجع تاريخها إلى بداية الدير حوالي القرن الرابع الميلادي. ثانياً، كنيسة الشهداء. تقع هذه الكنيسة في القسم الشمالي من الكنيسة القديمة، وتنفرد هذه الكنيسة بثروة زخرفية من زخارف الفريسكو القديمة. ويتميز هذا الأسلوب الفني للفريسكو بخلط الألوان مباشرة مع الماء دون أن يستخدم أي وسيط آخر، ثم يرسم بالألوان على الحائط قبل أن يجف. يوجد بالكنيسة على يمين الداخل هيكل الأنبا إقلاديوس، وهو ذلك القديس الذي استشهد شاباً مطعوناً بحربة من أجل الاعتراف بإيمانه برب المجد يسوع المسيح، وتعيد الكنيسة تذكاراً لاستشهاده في يوم 11 من شهر بقون المبارك. يعتبر هذا الهيكل مثالاً رائعاً لرسوم الفريسكو، سواء على الجدران والقباب أو الدعائم والأعمدة. فنجد بباطن قبة المذبح صورة السيد المسيح له المجد جالساً على عرش مجده، رافعاً يده اليمنى بإشارة البركة، ويقبض بيسراه على الإنجيل، ويحيط به الملائكة والقديسون وبعض الكتابات القبطية، ويظهر في الخلف زخارف نباتية من أوراق ثلاثية كبيرة وصغيرة متكررة. تعتبر مناظر القديسين الفرسان في الكنيسة القبطية من الرسوم الدينية الهامة التي يحرص على وجودها على جدران الكنيسة، لذا نجد رسماً للقديس إقلاديوس على الحائط الغربي للكنيسة وهو يركب جواده بملابس الجندية، ويظهر في مرحلة الشباب ذي وجه مستدير. تزخرف باطن العقد الغربي برسوم فريسكو أيضاً لقديسين، أحدهما في مرحلة الشباب ويقبض بيسراه على كأس إشارة إلى دم السيد المسيح له المجد، أما الآخر رسم في مرحلة الشيخوخة. يلي هيكل الأنبا إقلاديوس هيكل آخر مكرس على اسم القديس ثأودوروس المشرقي، حيث ولد هذا القديس بمدينة صور عام 275 ميلادية، ولما بلغ دور الشباب انتظم في الجندية
وارتقى إلى رتبة قائد وأصبح متوليا قيادة الجيش المحارب ضد الفرس. وقد رأى في رؤيا سلما من الأرض إلى السماء، وفوق السلم يجلس الرب على منبر عظيم وحوله ربوات من الملائكة يسبحون. فقال الرب له: سيسفك دمك على اسمي. وبعدها علم القديس أن الملك دقلديانوس سيدعوه إلى عبادة الأوثان، فقام بتشجيع جنوده فصاحوا جميعا بصوت واحد: نحن نموت معك وإلهك هو إلهنا. ونال إكليل الشهادة. وتعيد الكنيسة في يوم 12 من شهر طوبة تذكارا لاستشهاد ذلك الأمير الشجاع ثأودوروس المشرقي. المعظمة تقع في الخرس الأخير من كنيسة الشهداء، وترتفع هذه المعظمة عن منسوب أرضية الكنيسة بعشرين سنتيمتر، ويقال إنها تضم رفات شهداء إسنا، ومنهم الأربعة أراخنة أوسافيوس، سمان، هرواج وبخوش. أمر الوالي بقطع رؤوسهم وأكملوا جهادهم الحسن في يوم السادس من شهر بؤونة. ثالثاً، كنيسة الثلاثة فتية. تضم هذه الكنيسة هيكلين، الأول مكرس على اسم الشهيدين اندراوس وخريستوزولوس، ويقع على يمين الداخل، وهو عبارة عن حجرة مستطيلة الشكل مغطاة بقبو، ويوجد وسطه مذبح قديم من الآجر. ولد القديس اندراوس بمدينة أرمنت، وهو ابن خالة الأنبا بضابة، وهو الذي رسمه قسيساً. حضر القديس مع الأنبا بضابة إلى إسنا لاعترافهم بالسيد المسيح له المجد أمام أوريانوس الوالي، واستشهد معا في 19 من شهر أبيب بالغا من العمر 70 عاما. أما القديس خريستوذولوس فلم يذكر عنه شيء سوى أنه من مواليد الديمقراط، وهي إحدى قرى أرمنت، وأنه أتى إلى الأنبا بضابة والقس اندراوس إلى إسنا واستشهد معهما في نفس اليوم. أما الهيكل الثاني بهذه الكنيسة فهو مكرس على اسم الأنبا بضابة، فهو يقع في الناحية الجنوبية من هيكل الشهيدين اندراوس وخريستوذولوس. رسمه البابا بطرس خاتم الشهداء أسقفاً على مدينة قفط بمحافظة قنا. ذهب القديس إلى إسنا عندما سمع بقدوم الوالي أوريانوس، فاستشهد في يوم 19 من شهر أبيب عام 284 ميلادية، وكان له من العمر 68 عاما، قضى منها 15 عاما في بيت أبيه وتسعة وأربعين عاماً في النسك والتعبد، وأقام على كرسي الأسقفية 3.5 سنوات، ويتبارك دير الشهداء بوجود جسده المبارك أسفل الهيكل المكرس باسمه داخل كنيسة الثلاثة فتية.